So السلام عليكم، تحياتي ليكم، ويؤسفني ان انا ما قدرتش اكون معاكم النهارده اشارككم هذه اللحظه الوجدانيه المهمه في تكريم قيمه كبيره استاذنا الكبير الراحل الدكتور امين الكمالي. قيمه كبيره، ما يبقى البشر دائما من القيمه ابرز شيء فيه هو العطاء، والعطاء عند امين الكمالي شيء يعني غير مسبوق. كثير من الاجيال اللي انا بعتز ان انا واحد منهم تتلمذوا على يد هذا العملاق الكبير جدا جدا جدا، ودايما كنت بحاول اختفي اثره. علاقتنا يمكن بدات متاخره شويه في سنه 99، لكن في نفس اليوم اللي التقينا فيه لاول مره تحولنا بشكل سريع جدا الى تلميذ واستاذ، وفي ساعات متاخره حتى من مساء ذلك اليوم اصبحنا اصدقاء، وكان على لسانه دايما من دهري امين احنا اصدقاء. هذه القيمه الكبيره التي ينظر ان نجدها في يعني عصرنا، في منطقتنا بشكل عام، في بلداننا، حتى في ثقافتنا اللي لسه بتعاني من اثار بعض الامور السلبيه والى ذلك. امين في الحقيقه مثلي ومثل اجيال كثيره جدا تتلمذنا على ايديهم واختفينا اثرهم، حتى انا شخصيا متاثرا بتجربته وكنموذج مهم جدا بالنسبه لي، كنت بقتفي اثره. فحتى حاولت اللحاق بمكتب الامم المتحده في فلسطين يعني اهتماما بالتجربه، ثم نفس الشيء ايضا عملته فيما يتعلق في العراق. العراق الحمد لله انه نجا من حادث اللي كان مؤسف جدا، فندق القنال. ومجرد ما استتبت الاحوال انا كنت اول شيء بعمله ان انا بسافر الى بيروت عشان التقي واطمئن عليه وعلى صحته وقتها. بالنسبه لي عندي اساتذه كثيرين، لكن امين ليس فقط واحد من هؤلاء الاساتذه، لكن على بعد المسافات كان له اثر كبير جدا في تكويني. كان دايما ملهم ونموذج مهم جدا ورائع. اثناء رئاسته لمجلس الامناء المنظمه في الفتره من 2004 لتقريبا 2011، هذه الفتره انا كنت في 2008 اصغر عضو في مجلس الامناء. كان دايما لما يكون عندي وجهه نظر حتى لو تمثل الاقليه كان يقول علينا ان نخاطب المستقبل، وبالتالي يجب ان نستمع الى صوت الشباب لان هم المستقبل. وكان دايما برعايته وتقديره وبادارته لمجلس الامناء كان قادر على انه يعمل توجهات ايجابيه ومهمه جدا. وكانت المنظمه في الحقيقه فلست في غنى عن دوره في كل المراحل وكل الاوقات في الفتره العصيبه اللي كانت ارتبطت بفتره الثورات الشعبيه في المنطقه العربيه وما تلاها من مراحل انتقاليه وما الى ذلك. كان لديه دايما اسهام وعطاء كبير جدا، سواء من خلال المنظمه العربيه لحقوق الانسان او من خلال مجلس اداره المعهد العربي لحقوق الانسان في تونس. وكان من ابرز هذه الاسهامات ومحطه مهمه جدا بعثه المنظمه العربيه لحقوق الانسان لتقصي الحقائق في ليبيا، البعثه الثانيه في نهايه العام 2011. في هذه البعثه هو اثر واهتم ويعني كان حريص على المشاركه في هذه البعثه رغم المخاطر الملموسه والخطيره اللي كان ممكن يتعرض لها سلامه وعدد كبير من اعضاء هذا الفريق، هو واحد في مقدمتهم، لكنه كان مهتم جدا بان يكون لديه المساهمه والعطاء في مرحله مصيريه بيمر بها ذلك البلد الشقيق في ذلك الوقت، وغيرها من المحطات العديده جدا جدا. واتذكر لما خد الموقف الصلب حينما وجد انه لابد من اتخاذ موقف صلبه لاستعاده المبادره لزمام الاصلاح في بلد السودان اللي كان بيشغل همومه دائما بخصوص بلده، كانت كبيره جدا وكانت رقم واحد دائما على اجنده عمله بالاساس. كان لديه قرار صعب وكان يدرك الضريبه اللي هيدفعها، لكنه اثر ان يتخذ هذا القرار ووقع على وثيقه الاصلاح في اديس ابابا، وعاد الى السودان اختيارا طبعا، وحبس مع استاذنا العزيز فاروق ابو عيسى في ذلك الوقت. وكان حريص جدا دائما عندما ازور الاسره في محبسه انه يكون على اتصال معايا عبر الهاتف، وكنت رغم كل المخاوف اللي عليه كنت ببقى سعيد انه نجله وليد يبلغني انه والدي اصبح اكثر شبابا في محبسه، يعني انه كان مؤمن ان هو بيقوم بواجبه في سبيل بلده. امين قيمه كبيره جدا تعلمنا منها، وكثير من الاصدقاء والزملاء النهارده قاده و أرقام مهمة جدا في مجالات عديدة في حقوق الإنسان وغير حقوق الإنسان، يريدون له بفضل كبير جدا في مسيرتهم وفي يعني نجاحاتهم المهمة جدا، وأنا واحد من هؤلاء أدين له بفضل كبير. ويهمني في اللحظة دي إن أنا أقول إن إحنا لازم كلنا نعمل سويا مع الأسرة على تخريج هذه الذكرى وتوثيق التجربة الفريدة اللي هي بتمثل نموذج مهم جدا وإرشاد مهم جدا لينا والأجيال الأخرى لاحقة إن شاء الله تبتسم منها، ودايما ذكراه تصاحبنا وترافقنا، لأن احنا فقدنا جزء غالي من أنفسنا، جزء عزيز علينا، رحمه الله، ولكم كل التحية والتقدير.